ما كنعترفوش به، ما تهضرش لي على واحد المؤتمر وهمي. واش كاين شي مؤتمر؟ ما كاين لا حتى مؤتمر. الا كيتكلموا على تاجيل وهذاك، هذا ماشي، ما كاينش الصفه القانونيه ولا المؤسسه اللي هي غتطلب باش تعقد مؤتمر، لان الامين العام هو المخول، هو اللي عنده الصلاحيه باش يستدعي مؤتمر، يعني هو اللي عنده سينياتير، هو اللي عنده الكاشي، هو اللي عنده المسائل وعنده تقرير الادبي والمالي وجميع المواصفات ديال المؤتمر اللي هو داك الورقه السياسيه الى اخره، وداك الشيء الاخر غير تلاعب بالافكار. انا قلت لك سولهم، هما سولهم علاش ما داروش، هذا هو السؤال. سول علاش ما قدروش باش يديروا هذاك المؤتمر، ولا اجلوا نتسناو فوقاش يديروا. ما كايناش مفاوضات، كذبها السيد الامين العام، كذب هذا الشيء ما جاء على لسان بعض الاعضاء المناضلين ديال هذاك التيار، وما كنظنش واش كاين هناك مصالحه اليوم. كما وضحت في مداخلتي، عنده ارتباطات مهنيه طارئه حالت دون حضوره لهذا اللقاء التنظيمي الداخلي الذي يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التنظيمية التي برمجها المكتب الفيدرالي والمكتب السياسي لتشكل مناسبة لتفكير جماعي في ابتداع آليات جديدة لحكامة حزبية ناجعة وفعالة وقريبة من المواطن تمكن من كسب الرهانات المطروحة على بلادنا اليوم. وهذا يعني رمزية هذا اللقاء هو أنه أول لقاء كيجمع بين البرلمانيين والمنتخبين على مستوى هذه الجهة وأعضاء المجلس الوطني وعضوات المجلس الوطني ومنظمة الشباب والنساء والمناضلين وأيضا المتعاطفين مع حزبنا بعد انفراج بوادر الأزمة التي خيمت على حزبنا لعدة شهور، واللي عندي اليقين أننا سنستطيع بفضل ذكائنا الجماعي أن نجعل منها لحظة انبعاث وتجدد بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة الذي يطمح لأن يكون أول قوة سياسية في الاستحقاقات المقبلة. مفاوضة الصلح هي في بدايتها المصالحة مسلسل، المصالحة أفق ولكن هي مسلسل كتستوجب أدوات لتضميد الجراح ولم الشمل، وكنعتقد بان عندنا ما يكفي من الذكاء باش نتجاوزوا هذه الازمه كما تجاوزنا ازمات اخرى، واللي اساسي في كل مسلسل مصالحه هي ما هي الضمانات لكي لا يتكرر ذلك. وانا عندي اليقين اننا سنبتدع ادوات اللي غتمكننا من الانخراط، من انخراط جميع الباميات والباميون في فعل حزبي ناجع فيه ضوابط الأخلاقيات والاحتكام للمؤسسات والقوانين والديمقراطية الداخلية، ولكن فيه أساسا المراهنة على التخليق. نحن في حاجة إلى نساء ورجال سياسة نموذجيين يعني مهوسين بحب الوطني وعشقه ومتفانين في خدمته، وهذا هو الآلية الوحيدة اللي كنعتقد أنها يمكن ترد ثقة المغاربة في نبل العمل السياسي وثقة المغاربة في الأحزاب السياسية ومواصلة مسيرة البلاد في ترسيخ الاختيار الديمقراطي وكسب رهان التقدم المتقاسم من طرف الجميع. ليس المهم هو من بادر للصلح، ليس المهم، كيقولوا المغاربة المصارن كيضربوا في الكرش، احنا إخوة داخل البام، ماشي المهم من بادر للمصالحة، المهم هو أن ننجح المصالحة، والمصالحة عنوانها الكبير هو أننا نحطوا الضمانات لكي لا يتكرر ذلك ولكي لا تتكرر هذه الأزمة في البام، وإن كانت عندها سيئاتها ولكن عندها حسنتها لأنها مكنت من تجددنا وستمكن من انبعاثنا كقوة سياسية. فاطمة الزهراء المنصوري هي رئيسة المجلس الوطني، وطبيعي جدا أن يبادر الأمين العام أو أن تبادر رئيسة المجلس الوطني لأن عندها صفة لاحتواء أزمة البام والانتصار للمشترك الذي يجمعنا وطي خلافاتنا، والأصالة والمعاصرة كحزب كيبرهن مرة أخرى أنه قادر على تجاوز الأزمة وسنكسب الرهان. أنا لا أعتقد أنه تم الاتفاق على أشياء، تم التعبير عن إرادة مشتركة للمصالحة
المصالحه خصها ميكانيزماتها وخصها الياتها، هي افق يجب تاطيرها باهداف، يجب تهضيرها باليات وميكانيزمات. وكنعتقد بانه مؤسسات الحزب ستاخذ هذا المسلسل ماخذ الجد، وسنكسب هذا الرهان كما كسبنا رهانات اخرى. اللي كيهمني انه حصلت القناعه لدى الطرفين بانه احنا مطالبين بان نجعل من محطه المؤتمر الوطني الرابع محطه مفصليه في تاريخ حزب الاصاله والمعاصره، بعد ان بلغ سن النضج، ان 10 سنوات من الميراث الحزبي انا بالنسبه لي هي مؤشر على نضج واحد الديناميه سياسيه. الاساسي هو انه حصلت القناعه لدى الطرفين بانه في مصلحه الحزب ان نذهب الى مؤتمر واحد باهداف موحده وافق موحد، عنوانه الكبير ان نكون قوه سياسيه فاعله في المجتمع وقادرة على كسب الرهانات والتحديات المطروحة في العشرية الثالثة لدينامية العهد الجديد، ولعنوانها الكبير هو التخليق وضمان العيش الكريم لكل المواطنات والمواطنين، وأن المغرب ينخرط في مسيرة تقدم مقتسم من طرف الجميع.